الأخ ربيع عبد الكريم بيقول: ما حكم الهجرة الغير قانونية عبر الحدود؟ وهذه الهجرة قد تعرض الإنسان للقتل، وهل فيها عدم طاعة لولي الأمر؟ هذه الهجرة هجرة محرمة، هجرة محرمة لأسباب كثيرة جدا. أولا لما فيها من التضييع للنفس، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأول حاجة فيها تضييع للنفس. شنو يا أخي أنت قاطع لك بحر كامل بمركب ولا بغارب وبسنبك وبشنو ما عارف قاطع هناك، بتموت في الشارع أنت عشان تعمل شنو يعني؟ أنت ماشي تحج بيت الله؟ ماشي مكة أنت؟ هي مكة اللي هي ركن من أركان الإسلام، بالمشقة دي ربنا ما أوجب عليك ذاته، وبالطريقة دي الله ما أوجب عليك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ده ربنا جعله بالاستطاعة، بمشقة زي دي ذاته الحج ما واجب عليك. فأولا فيها تضيع للنفس، اثنين فيها دخول لديار ناس من غير إذن ومن غير استئمان ومن غير تأشيرة، وهذا من استغلال حق الناس بالباطل، وفيها كذب. أول ما تصل هناك حتصدح تقول إنه أنا مشرد في بلدي وما قادر أعيش ودار لجوء سياسي، وهذا كذب. أنت قاعد في بلدك ومستقر وما عندك مشكلة. رابعا فيها أيضا تعريض لنفسك ولأهلك اللي سكتهم معاك إلى الحياة الفاجرة والحياة الفاسقة اللي بتكون في بلاد الكفار، وانت حتضطر تدخل تلك الحياة بغير مقومات، فيحصل لك الابتزاز وبيع الأعراض وبيع النفس إلى أمور كثيرة جدا انت ممكن تتعرض لها، وضيع لدينك ولخلقك ولكل شيء بيضيع منك بسبب انك انت تعيش حياة وحياة سيئة جدا. وبالتالي الناس ما تمشي ولا تعرض نفسها للخطر، واتق الله واقعد في بلدك، وإن شاء الله ربنا بيرزقك بالحلال الطيب.